المنطقة والرأسية حاضرة للطلاب إلى خارج أرض الملعب. الرأسية كانت محمد جواد في ثالث أو رابع. جيلسون ديليما، هذه فرصة الطلبة لإدراك الهدف الثاني. صوت اللقاء الأول ضربة حرة مباشرة حاضرة لفريق الطلبة، كرة داخل منطقة الجزاء، وين الراس الإبعاد من زيزو إلى أحمد، والتسديدة برا. تسديدة برا بعيدة كل البعد عن مرمى كربلاء. محمود منطقة الجزاء، وين الراس الإبعاد، وصلت خطيرة للطلاب، ضاعت بغرابة، ضاعت بغرابة يا محمد جواد. يبدو انه لاعب ساقط على ارض الملعب بالسلام ان شاء الله. شوف الكره اللي كانت عند فنر، شوف تابع الكره مع علي فايز، صدام على مستوى الراس بينه وبين زيد. ايقاع الطلاب، يتوقع كابتن نبيل زكي ان يكون اسرع، ان يكون مختلف في شوط اللقاء الثاني. مؤمل يا مؤمل يا مؤمل، والتسديده خطيره خطيره، الكره كانت على مرمى كربلاء. صبعت فرصه، هناك كره طلابيه الى خضر علي من على اليمين، هيئها تماما الى محمود احمد، عرضيه داخل منطقه الجزاء، وين محمد جواد، لكن الابعاد من بابا. لولا الاصابات ولولا الظروف اللي مرت بهذا اللاعب لكان المستوى يختلف تماما. التسديده يا ساتر خطيره، محاوله كبيره جميله من زيد تحسين الكره، بالاخير استقرت عند عبد العزيز للعزيز عمار. خطأ للطلبة، علي فايز يلعبها داخل منطقة الجزاء، الإبعاد يأتي من الدفاعات من مباريات الفريق لم يسجل هدف على في ملعب خضر علي. محاولة للوصول إلى المرمى الكربلائي، عادت الكرة طويلة للأمام داخل منطقة الجزاء، محمد جواد بالرأسية، إنما الكرة إلى خارج أرض الملعب. تغطية دفاعية الحاضر، ركلة زاوية الآن للطلاب، تقدم على المرمى الكربلائي، لافع الكل، وصلت الى حسين يونس، انما الابعاد من احمد عبد الرزاق بالواجبات الدفاعيه، والكره بالاخير الى ضربه. سلامات يا زيد تحسين، واجد في تشكيلات المنتخب الوطني العراقي في قادم المناسبات. هذه هي متعه الدوري، هنا تسديده من حسين الى برا برا الملعب، تسديده من حسين عبد الله، راح يلعب الركله الركنيه. مؤمل يلعب الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء، أقرب لحارس المرمى، محاولة للوصول إلى مرمى كربلاء من جديد، محمد جواد يهيئها للخلف، وحسين عبد الله، والتسديدة مرت لكن اصطدت، عادت لكربلاء من جديد. حالة من السيطرة للطلبة، عالية وطويلة أطول من الكل، حسين يونس إلى ضربة مرمى. حالة من الرتاب، لعب مثمر أو ينتج شيء لا من هذا الفريق ولا من ذاك. هنا المحاولة، فرصة طلابية على الجهة اليمنى، خضر علي، عرضية إلى محمد جواد بالرأسية، وصلت سهلة إلى عبد العزيز عمار، وصلت سهلة لعبد العزيز عمار، توازن دفاعي أيضا، توايب عاد، وصلت لمرتضى علي على اليسار إلى مؤمل عبد الرضا، هي كرة مؤمل، حاول من خلالها بالكروس العالي، وصلت إلى عبد العزيز عمار، إلى عبد العزيز عمار، ربع ساعة على نهاية المباراة، والتعادل لا يزال سلبي. يستلم طبعا شارة القيادة برغام اسماعيل، علي مهدي، محمود احمد، تسديدة من بعيد يا ساتر خطيرة، محاولة لفريق الطلبة، وعبد العزيز عمار على الموعد، تسديدة حلوة كانت من محمود احمد، عبد العزيز عمار بالسلام بالسلام بالسلامة من محمود احمد، قد تكون واحدة من اجمل تسديدات المباراة، لم تكن الاجمل طبعا مع تسديدة زيد تحسين، اصطدت الدفاع. شو من اليسار برغام اسماعيل، كرة لافة داخل منطقة الجزاء، والراسية، جول، وأخيرا الطلاب بالضربة القاضية الآن على الموعد مع الرؤوس، على الموعد مع الضربة الرأسية، كرة برغام اسماعيل لافة على الكل، لكن ما اندارت عن علي مهدي، وعلي مهدي بالرأسية، يا عيني يا عيني يا عيني، هدف اللقاء الأول في مرمى كربلاء وسط فرحة الجماهير الحاضرة، علي مهدي هدف النصر، هاي الزاوية، هاي الكرة الثابتة، والأقرب كان علي مهدي بعد رأسية من برغام اسماعيل، حلوة 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 الفكرة اللي كانت من علي مهدي، والأحلى كانت صناعة برغام اسماعيل، دخول مؤثر على لقطات أخيرة من المباراة، على دقائق أخيرة، يا دولفان مهدي، وبالتالي 1-0 الآن، ارتعت الأفضلية للطلبة، ممكن حتى الهدف الثاني، ممكن.
امامهم 10 دقائق الان. برغام اسماعيل طويله داخل منطقه الجزاء تبحث عن الراس اقرب لحسين عبد الله والتسديده هاي طريقه الى خارج حرب او مرتضى عنه وسط الميدان فريق الطلب. 10 دقائق على نهايه المباراه والطلاب بالاغاني والقبور والاهازيج بعد هدف محقق براس فنجان اقرب لاوليفيرا مع بابا موسى. عادت براس فنجان حاله من السيطره لدى الطلاب حاله من الضغط حاله من الريتم العالي ايقاع متسارع في مرحله ما بعد الهدف. كره من حسين يونس والتسديده وهي الطريقه الى خارج حاول من خلالها لكن الكره طالت الى خارج ارض الملعب الى ضربه مرمى الى ضربه مرمى تبحث عن الراس اقرب لدولفان محاولة انما محمود احمد بالابعاد الان ارتداد طلابي خطير على مرمى كربلاء التغطية حاضرة. حسين عبد الله ضربة زاوية الان موسى داو كرة لافة داخل منطقة الجزاء تبحث عن الراس اقرب لدولفان محاولة انما محمود احمد بالابعاد الان ارتداد موسى داو كرة اللعب طويلة داخل منطقة الجزاء إلى زيدان عبد الجبار 4 دقائق وقت مضاف بدل من ضايع. كرة للطلبة ارتداد سريع علي مهدي. علي مهدي نقل كرة تماما للأمام إلى حسين يونس لكن أقرب إلى عبد العزيز عمار أقرب إلى